أساسيات الطهر والتحنث الجزء الثامن. أهم صفات الطهر هو الشيء يكون واحد خالص في نفسه، يكون كامل، وعندما يكون كامل يكون كبير ويكون تام، فيكون فيه العطاء. والله إله المسلمين، إله القرآن وإله محمد موصوف بهذه الصفات، إنه واحد وإنه كامل قدوس تام، وإنه هو الخالق المحطي المكرم، فيه منه الشفاء ومنه الخير، وهو إله النفاع والخير والبركة. وأحد الذكر لله والقول بتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك الدين الإسلامي هو دين يدعي إلى الرضا وأخذ الخير والنافع وترك المحرمات مثل أكل الميتة والخنزير والخمر، الأشياء التي فيها معاني الدمار والتخمير والسيئة. والعبادة لذلك هو تكرار الرجوع إلى الله الكامل الطاهر القدوس. ولذلك المؤمن خير، وفيه العطاء وفيه البركة. وكذلك الكافر فيه الشر، ومنه المعصية إلى الله، ومنه الإجرام على الناس، ويعاقب في دخوله إلى النار خالدين فيها أبدا. ولذلك الكفر لما فيه من نكر وجود الخير، ومن عدم فعل الخير من الطهر من وضوء وصلاة وزكاة وصوم، وعدم تعامل الناس بالخير والقبول إلى الله الكامل، فهو جريمة. الكفر جريمة يعاقبها الشرع، وحيعاقبه الله يوم القيامة في دخول النار.